حفل كرنفالي كبير بمشاركة شعبية لأبناء تعز احتفاء بالعيد 62 لثورة 26 من سبتمبر التي جاءت لتحرير اليمنيين من ظلام وضلال حكم الإمامة. تتشكل هذه اللوحة الوطنية التي تضم مختلف المكونات والأطياف والفئات في تعز احتفالا بعيد الثورة الخالدة ولتكريس مفاهيم مبادئ وأهداف الثورة. هناك العديد من الرسائل في هذا الكرنفال سيطلعنا عليها محافظ المحافظة الأستاذ نبيل جلسان. الرسائل التي تريدون إيصالها اليوم من خلال هذا الكرنفال؟ الرسالة نوصلها بأن الإمامة لا يمكن أن تعود إلى اليمن أبداً، وأن تعز هم صناع الثورة وهم حماتها ولن يسمحوا أبداً بالعودة إلى عهد الظلام. هكذا إذن العديد من الرسائل في هذا الحفل الكرنفالي الاحتفائي بسبتمبر، رسائل شعبية ورسمية بأنه لا يمكن التخلي عن الجمهورية وأنهم سيقدمون أرواحهم دفاعا عنها، الجمهورية التي ضحى من أجلها ثوار سبتمبر ورسم ملامحها جرحاها. اليوم أبناء تعز يؤكدون بأنهم سيدافعون عن هذه الجمهورية ضد المشروع الإمامي الكهنوتي المتمثل بميليشيا الحوثي. يقول المشاركون اليوم في هذا الكرنفال بأن ميليشيا الحوثي ستذهب إلى زوال وستبقى الجمهورية خالدة مهما حاولت الميليشيات طمس ملامحها في مناطق سيطرتها. اليوم أبناء تعز يؤكدون بأن الاحتفاء بسبتمبر ضرورة وواجب وطني لحماية هذه الجمهورية من محاولات ميليشيا الحوثي النيل منها. اليوم أبناء تعز تجمعوا وتجمهروا إلى هذا المكان بالآلاف بل بعشرات الآلاف من طلاب المدارس والموظفين وأيضا العاملين في مختلف القطاعات الخاصة، جميعهم يؤكدون بأنهم سيقفون في وجه الميليشيات الحوثية دفاعا عن الجمهورية والثورة ومكتسبات الثورة. أبناء تعز كما عهدتهم هذه المدينة يشاركون في كافة الاحتفالات الوطنية والثورية، لكن اليوم شهدت تعز زخما كبيرا في هذا الاحتفال، هتافات عدة لليمن وللجمهورية وأيضا للوحدة، وأنه لا يمكن التخلي عن هذه المكتسبات التي يقولون بأنها رسمت ملامح الجمهورية وقضت على الجهل والتخلف والمرض والظلام والذي كانت تعيشه البلاد بسبب الحكم الإمامي. عبد العزيز الذبحاني من شباب من شارع جمال وسط مدينة تعز.